بدي حاصر خليه حاصير، ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة. اجوا التتار وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى في كتابه العزيز: ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نحن البداية في الرواية ثم يرفع الستار، هذه المهازل لن تكون نهاية المشوار. مشاهدي الكرام، بعد أن غطينا في الحلقتين الماضيتين مع النقيب سعيد مقرش الواقع العسكري في دارية وكيف صمدت هذه المدة في وجه النظام المجرم وحلفائه، نرحب بكم مجددا لمتابعة دارية رمز الصمود، وكيف صمدت دارية المجلس المحلي، وكيف صمد الدفاع المدني، وكيف صمدت طبيا وإغاثيا. نرحب وإياكم بالأساتذة المهندس أحمد خولاني رئيس المجلس المحلي في دارية، والأستاذ عماد عيروط مدير مركز الدفاع المدني في دارية، والدكتور محمد ضياء الأحمر طبيب ميداني. حياكم الله. نبدأ الحوار بعد متابعة هذا الريبورتاج. الله يعطيك العافية. شايف أغطابي، شايف أغطابي وعم تلعب؟ ايه. لما كنت في دارية كنت تلعب؟ ايه. نفس الطريقة؟ لا مو نفس الطريقة، غير. شو الفرق بين دارية وهون؟ هو ما في ضرب، هنيك في ضرب. لما كنت تلعب بدارية كنت تخاف من الضرب؟ ايه. لا لا. شو؟ لا. كنت تخافوا انتو؟ كله كان يخاف، كله كان يخاف. لا ما بتخاف، ما بتخاف. هذا لما تطلع الطيارة يروح يحط راسه ينام، مشان بس في يسألوا أهله يقولوا له هاي جزيفاتت لهون وهاي جزيفات لهون، كسر البنور. يعني تعودنا. تعودتوا؟ ايه. تعودنا على البرامج وكل شيء. بس نحن عم نلعب طول الطيارة. هذا آخر شيء صار عنا لعبة حجار. كيف لعبة حجار يعني؟ نلعب بالحجار ندق بعضنا. الحجار. وين العائلة؟ وين الأهل؟ عند؟ عند الجيران. عند الجيران. طيب الله يكرمك. عندك كم طفل؟ عندي أربع أطفال. أربع أطفال. شد عمرهم؟ 6 سنين، 8، 12، و14. شو الفرق بين اللي عاش في الحصار واللي ما عاش في الحصار؟ اللي ولد في الحصار، اللي ولد بالحصار أخي يعني عاش كل الأزمة اللي عشنا فيها نحنا، وولد معه الخوف والرعب، يعني ما خلص صار يعرف إنه كيف ما يحوز كيف ما محصور، يعني ما في مجال، يعني شلون ما يحوز شلون ما يفز كذا، يعني يضل في رعب وفي هذا استنفار دائم توفز يعني. نعم. طيب الآن أنتم صاروا كنا حوالي تقريبا شهر وشوي خارج دارية، هل تغير سلوك هذا الطفل؟ الحمد لله رب العالمين، يعني فرق كتير يعني الوضع هذا. هلأ الولد وقت إجى لهون يعني حس بأريحية، صار يحوص، صار يلعب، صار ينام بأريحية، مو مثل وقت كنا بالبلد نحن النوم بخوف، الطلعة بخوف، يعني حتى نحن الأهالي ما كان في أمان، يعني أنك تطالع ابنك إذا تبعته تقول له روح على المطعم يجيب أكل، يعني تحسب حساب إنه الولد لحظة ما يرجع، يعني ما في الـ كل مشوار يطلع الولد، كان الولد ولا المجاهد ولا أي شغلي، ما كنا نحسب حساب. أنا نطلع الساعة 7 المساء ما أحسب حساب إنه راجع البيت، يعني بشدة القصف وشو اسمه، كان في كتير قصف براميل، يعني دارية معروفة عاصمة البراميل المتفجرة، إنه شلون ما يحصل على البراميل. إيه نعم الحمد لله. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. انتم من دارية؟ ايه نعم. وجيتوا لهون؟ ايه. تحكولي عن ذكريات دارية. عندك كم ولد؟ انا 5. عندي 8. ما شاء الله الله يخليهم. الله يعافيك. زوجك موجود؟ ايه هلا اللي حكى معكم. زوجك موجود الحمد لله وفضل الله. الحمد لله. احكي لي كيف كنتوا تقضوا يومكم بدارية؟ يعني يوم احكي لي عن يوم، كيف كنتوا ديري بيتك، كيف كنت تطعمي اولادك، كيف كنت يعني تحلي هالمسألة؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني هو ما كان في اكل عنا، يعني على التاي هات لتلاقي ناس عندهم اكل،
هاي تشحد هاي هاي تعطي هاي أكتريت يعني قمح كمان أكتر شيلتها قمح نسوي برغل نسوي قمح نسوي شوربة أكتريت أكلنا شوربة أكتر شيء كل يوم كل يوم والله شوربة بمي والأطفال والأطفال نفس الشيء يعني حتى ندبرهم إلهم أكتر منا ما كان في طلبات خاصة تشعري أنه لازم الطفل يعني يحس فيها أنه هو طفل مدلل مثلا كيف كان يمر عليكم العيد ما عنا عيد يعني بس ما عنا عيد يبقى أو أنه يعني مثلا مثل بهجة الأولاد اللي حضروها هون لا لا ما صروا لا ضل متخبين بهالأب وبهيك نهرب من الطيارة وشوفت بالعيد شلون يقضونا يا كيف بيسأل الأخت هوني كيف كنتوا تشعلوا نار الحمد لله على الموادة شلون على الموادة على الحطب طيب أربع سنوات في حطب ايه الحمد لله والفضل لله ولهلا عنا حطب والله الحمد لله والفضل لله ما عاوزين شيء كنا بدرية أحلى عادي كنا عايشينه منين نجيب الحطب من البيوت عنا مستودعات حطب كسر البيوت الخزانة كله نجيب ونزق عليكم شباب سبيل أنت جوز من هون برا من السوق وهذا شو هذا حميس أورما أورما يعني لحم مهوس مهوس هذا الشيء تعودت عليه أنت من دارية اي نعم من دارية ليش بتسوي هيك مشان الحصار يعني ما زال شبه الحصار معش في زهنك اي نعم حصل فرج الله صار كبير يا رجل الحمد لله هذا لحوم الأضاحي ايه الله يقويكم الله الله يسلمك خليك بيرك يا هلا يا هلا بيك اهلا وسهلا يا هلا قديش عمرك انا 60 سنه 60 سنه ايه. شو هتفكر أفكر شلون طلع من بلادنا شلون طلعتوا خلع شلون إذا في جب الأرض وخلعتها خلع ونو وكب ونو هي زعلان على الحياة بدارية طبعا زعلان عليها مو على دارية على الحياة بدارية الحياة بدارية الحياة اللي كنت عايشها بدارية زعلان عليها والله زعلان وما زعلان شلون احكي لي زعلان انه طلعت منها وما زعلان لاني اجيت على بلد اكرمونا فيها وكتر خيرهم عيلتك كم واحد انا عيلتي كلها كامله 8 احنا 8 2 استشهدوا الله يرحمه الله يدبرهم امين وستي عندي أنا والمرأة وأربع أولاد واحد مصاب بارك وثلاثة معي تحكي لي يعني شو تتذكر من اللحظات اللي عشتوها بإدارية كيف كنتوا تداروا أموركم أنا داير أموري من أحلى ما يكون من أحلى ما يكون شلون بكل شيء منها أكل منها شرب منها مصاري منها كل شيء يعني كل شيء إيش دور مجلس محلي بهالموضوع مجلس محلي أدى واجبه كتر خيره شلون كيف كان يساعد الناس؟ والله يكتر خيرهم ساعدونا والله بكل ما بكل طاقة إلهم بكل ما تذكر من الأشياء اللي كانوا يسووها شو مثلاً مت إيش كانوا يسووا؟ يبعثوا لأولاد الشهيد ولمرته يبعثوا له مصاري يبعثوا له موني يبعثوا له أكل وشرب كل شيء ما أصروا يبعثوا لك مصاري لك أنت كان عندك شهيدين؟ عندي شهيدين لا شهيد استشهد هم بال يعني بالفترة الأخرانية والشهيد الأولاني بعثوا له مرته لأولاده بدي بعثوا له والله يبعثوا له كل جمعة كل دفعة يبعثوا له 8000 ورا أنتم مقاتلين في الجبهة؟ نعم إدارية؟ نعم سؤال أسألك ببساطة أنت لما كنت تروح على الجبهة وتقاتل ضد النظام كان بالك مرتاح في البيت مستريح؟ لا أنا أول شيء شغلي كان بالعبوات عبوات يعني نسوي قنابل نسوي ألغام هيك شغلات يعني مو على الجبهة كان شغل كان في البيت لا مو بالبيت لك عبوات معمل عبوات أنا معك أنت لما كنت تترك أهلك وتروح على معمل العبوات تمام أو على الجبهة أو من كان بالك مستريح مأمن عليهم لا والله ليش ما مأمن عليهم من القصف والضرب من كل شيء غير القصف والضرب أنت كنت مأمن أنه هدول رح يأكلوا مثلا رح يوصلوا لأكلهم المخصص يوميا لا ما حيصلوا ليش؟ لأنه ما في أكل للمدني هنا. شو اسمك؟ شيماء. شيماء؟ إيه. شيماء قديش عمرك؟ 11. 11 سنة. أنت درستي؟ لا درست بس أول صف وثاني.
الصف الأول والثاني بس. إيه. ليش ما كملتي؟ ما قدرنا نكمل، صاروا يقصفوا علينا. وين؟ دارية. صار عليكم قصف؟ إيه. على المدرسة؟ إيه. شو سويتوا؟ مدرستي بعد نهائيا؟ لا. أبداً. أبداً. أخواتك؟ ما عندي أخ لسه ما تسجل المدرسة. هذا ابنك؟ هذا ابن بنتي. بنتك وهذا الشاب؟ كمان ابني هون. ان شاء الله. شوف عندك اولاد؟ عندي سته. ست اولاد؟ وانا سته. ما شاء الله كبار معنا. شايفك انت شاردك انت باكي، ليش؟ ليش؟ خليها لا الله احسن شيء. احكي. يعني من الست صبيان ضل لي اثنين صاغ. شو بتتوقع مني يعني؟ شعوا ابني اليوم أخذوا على المشفى الميل علاج. سلامته خير. إيش بو؟ من أول الثورة مصاب. اليوم قالوا لهم خلاص الطب وقف عندك. بأيه؟ اثنين استشهدوا، واحد برا ما بشوفه منوب. هذول هني. زوجك؟ جوزي حكيته من ساعة شعوك. هذا كله حصل بدارية؟ ايه. ما عاد ادراني احكي، ما لي ادراني احكي. جن عمري راح، لا يسالي عن مصاري ولا عن بيت ولا عن شيء، الا عن تعب عمري به الاولاد راح. حسبي الله. الله اختارن، ما نزعلاني على الشهداء لانه الله اختارن، بس هذا اللي بده يمضي عمره هيك، هذا اللي يحرني. الله بيعينه إن شاء الله. عندك حدا مزوج؟ كلهم متجوزين بس واحد ما متجوز. والمصاب متزوج؟ إيه، وعنده ولد. الله يخليه له. بس مو هون برا. تحكي لي أنت عن 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 وضعك. نحن قعدنا بدارية من أول حصار 4 سنين. كانوا معي يعني الشباب الكبار شوي والبنات. البنات زوجتهم معي وواحدة زوجتها برا. قعدنا عانينا كتير والله، كان في ضرب كتير علينا. يعني تفتح الطريق شوي بس حصار قفا حصار حصار قفا حصار، بالأخير ما عدنا قدرنا صبرنا. يعني صار النبال وصار الضرب البراميل بشكل كبير، بدنا نعاني من الجوع ولا نعاني من الضرب، ما عدنا قدرنا تحملنا. ضلينا ندعي لربنا الحمد لله لحتى الله فرج علينا وطلعنا. شو الأشياء اللي سويتوها حقيقة حتى استطعتوا أنه أنتوا تثبتوا هالأربع سنوات، أنتوا ولا شبابكم ولا رجيلكم؟ نتمنى نصمد أكتر، يعني لو في لو ما صارت هيك بنصمد اكثر ولا بنطلع، ولو قعدنا بلا اكل وبلا شرب وبلا كل شيء ما بنطلع. لو سالونا وخيرونا ما بنطلع. يعني انه اللي صابنا انه مو فجاه هيك انه خلص الاكل وهيك، كنا صابرين. يعني خلص الاكل خلص الغاز خلص الهي، يعني جيب واحد من برا يتفاجئ هيك ما في عنده اي شيء كان اكيد حيموت. بس لحنا قفى بعض قفى بعض الحمد لله، الصبر الزراعة يعني الإرادة الجهاد حب الجهاد هيك اللي خلانا نصبر الحمد لله. يعني ما كان حدا مفكر بتطلع غير اللي هو ما بده يقعد. شو اللي خلى ناس الآن مثل موقفك وموقف الحجة هون انه ونحن كنا ما بدنا نطلع وانا اريد نطلع، شو هو اللي خلاكم؟ شو هو اللي كان يجمعكم انتو كأهل دارية؟ لأنه بلدنا يلي بدافع عن بلده كأنه دافع عن عرضه. هذا عرضنا وبلدنا، هاي مو هيك بنطلع منه، مو هيك تطلع من البلد، مو هيك. لحنا اليوم كنا نازلين فينا بالبراميل الحارقة وبالصواريخ والقذائف وما بعرف شو شي تجهنم، كل نازلة بظهرنا. اليوم النازل الضرب فينا، بكرة فجأة يوقف الضرب ولنا طالعين، وين صارت هاي؟ لحنا ما بدنا نطلع، لحنا نموت ببلدنا أشرف لنا وأحسن. لكن بقي آخر شيء 1 كيلومتر مربع بس. حتى لو ضل، حتى لو ضل قبلانين حتى قريب. يعني نحن كنا ضالين بس لما انه قرروا انه يعني مشان الصغار وقررنا انه يعني ما في مجال غير الطلعة طلعنا. بس لانه كل واحد يقرر لحاله يطلع ما كنا حنخليه، يعني طلعنا طلعة جماعية نحن الكل. تذكر لما طلعت اخر مرة من بيتك من دارية؟ ايه. شو حسيت؟ نحن حسينا باليأس والزعل، شو واحد طالع من بيته يعني قليلي مو قليلي.
يعني اللي الواحد يطلع من بيته قاعد بأرضه الواحد إنه 4 سنين معارك مع النظام وأكثر من 4 سنين حصار وجوع وهذا، وبعد أخير نطلع هيك، يعني هاي مؤامرة علينا كانت، يعني مؤامرة كبرى، مو يعني مو صغيرة، مؤامرة كبيرة. الواحد لما بيطلع من بيته أكيد بده يزعل على بيته الواحد، لو حطوه بأسر من برا، برا من ذهب مو مقبلان، بده بيته الواحد يا أخي. بس يعني اضطرينا نطلع أخي، كنا قاعدين بالجوع وحصار، يعني حصار خانق، يمكن كل العالم بيعرف شو صار بدرية، يعني حصار خانق من جميع الجهات علينا، جوع اللي الذخيرة اللي الدواء اللي تأكل الأطفال، يعني شو بدون لك، كنا عايشين على الحشائش، الحشائش عايشين. ترجعوا بإذن الله، بإذن الله، بإذن واحد أحد. كيف كان توصلك المي على البيت؟ والله بالصعوبة، صعوبة يعني، غطاسات ومغطاسات بال على مولدات، تشغيل مولدات، شغل غطاس. ما في كهرباء ولا في، ما في مازوت، لا شغل ما في. نحن بدنا نشتغل بالخزانات هاي الحمار، نحرقها ونطالع منها المازوت ونشغل المولدات وطالعوا مي. اي نعم، ونطالع مي على الغطاسات. أصعب لحظة مرت عليك في العمل الطبي وأنت في دارية؟ هلا هي في لحظات كتير مرت، بس أصعب لحظة يوم قرب الجيش عنا بساحة شريدي، كنا لحنا قاعدين عم نضم 3 محروقين كانوا، فبقولك لحظة بقولك إنه صارت دبابة فوقيكم. هلا وين صارت دبابة فوقيكم؟ العالم ورانا لحنا قاعدين نضم 3 جرحى جوا، فهنا يعني إنه في نوع من الخوف شوي، بس الحمد لله. يعني سويته؟ شو سوينا يعني، استنينا للمساء حتى قدرنا انه نطلع عاد، وطلعنا مثلا جرحى قدرنا نطلع عن المسويات، انه ما عاد في يعني الدبابه بترجع بالمساء، فقدرنا انه نطالع ونسحب المعدات اللي كانت بالمشفى اللي قدرنا نسحبها. بدنا على غير مشفى، يعني بلشنا تاسيس مشفى صغير بدينا، بعدين نسوي المشفى الكبيره. أصعب لحظة عشت أنا كنت رابط بالجبهة، واتصلوا فيي قالوا لي مرتك وأولادك مطمورين بالنفق. أنا بيتي كان مو بعيد عن الجبهة حوالي 300 متر 400 متر. طبعا كان في بيت أو بيتين يعني بثبت إنه أنا صار قصف كتير على المدينة، يعني البلد اللي كنا عايشين فيها، المنطقة السكنية. قمت اضطريت إنه أسحب مرتي وأولادي أسكن بالجبهة، كان أأمن شوي يعني ما يصير قصف زيادة عليا. اتصلوا فيي قالوا لي مرتك وأولادك قاعدين بالنفق، قلنا له إيه. قلنا للشباب قلنا لهم انه روحوا اطمنوا عليهم، نفق انا حافره تحت محل نازل براميل محدون، يعني التراب طمروا لحوالي نصف، يعني الولد والمراه لو ما في جيران محدون ما في خالص. استاذي رئيس المجلس المحلي لمدينه داريه، اهلا وسهلا، تفضل. تحكي لي عن تجربه الحصار. والله بالنسبه لتجربه الحصار يعني اكيد تجربه مريره، ولكن كانوا الشباب بفضل الله عز وجل كلهم صبر وإيمان وكلهم ثبات وتضحية في هذه التجربة التي عانينا فيها ما عانينا من حصار، يعني بخاصة موضوع الذخيرة، موضوع الأكل والطعام. كنا عنا أرض زراعية نقوم بزراعتها نستثمرها، أما الذخيرة كانت طرق من قلب النظام، يعني من خلال أنفاق، من خلال طرق خصصة يعني لجلب الذخيرة. كنا نعاني كل المعاناة. كيف كنتوا تديروا المجتمع المحلي في دارية؟ كنا ندير الأمور من خلال المكاتب. نعم. مكاتب منظمة قائمة يعني لإدارة الأمور في البلد، فكل متخصص فيما وكل إليه، فكل الأمور يعني الحمد لله كانت على ما يرام. يعني بالنسبة للإغاثي كانوا يتابعوا أمور المدنيين بشكل يعني جيد جدا، من خلال قلت لك الزراعة وخلال الواردات اللي حسنا نحصل عليها. كان طريق المعظمية مثلا مفتوح نحسن نجلب منه يعني كذا فترة، وبعدين تم إغلاقه. بالنسبة للذخيرة كمان قلت لك بدنا نحسن نجلب الذخيرة من بين خلوب النظام. يعني أنا سؤالي بتسأله، تفضل. المجتمع المحلي، المجلس المحلي كان أخذ على عاتقه تأمين كل احتياجات الأهالي دارية المحاصرين المدنيين بشكل مباشر، يعني مثلا كان هو متكفل بتأمين الغذاء، بتأمين الديزل، بتأمين الكهرباء، بتأمين المي؟ نعم نعم، كان المجلس المحلي متكفل بالمدنيين من كل النواحي، قلت لك يعني من ناحية المواد الغذائية كاملة، من ناحية مثلا البترول وصلنا لمرحلة انه نصنع الخلطة اللي هي عبارة عن يعني صهر خزانات المي
تصنيع الخلطة من أجل إدارة المدنيين. أستاذي، كيف كان تفاعل العالم الخارجي معكم؟ المنظمات اللي كنتوا تواصلوا معها من خارج إدارية، الحكومات، حسب ما فهمت أن الحكومة الفرنسية كان عندها دعمتكم بأكثر مشروع وغير حكومة. أنا أعرف أنه كان عندكم معاهد، حتى معاهد دراسية، معاهد إعداد معلمين ومدرسين. دارس لكان عندنا مدرسة. كان عندكم معاهد داخل البرية؟ نعم، كان معهد للشباب الصغار، وكان عندنا مدرسة الأعداد فيها وصل حوالي 200 طالب. يعني زوجتي كانت مديرة المدرسة، وأنا كنت يعني بإشرافي مباشرة على المدرسة، مدرسة أمل الأمي. والمعهد كمان كان الشباب يعني يدروه، شباب كمان يعني. معهد شو؟ معهد كأسم؟ لا، ما حد شو كان يدرس. هي كان يدرس الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، إضافة إلى يعني درس. هو معهد المدرسين. طبعاً إيه. نعم. في ظل الحصار كان هناك معهداً لإعداد المدرسين موجود داخل الدرية. وكان معهد حتى يعني بصراحة تحفيظ القرآن، خرج معنا عدة حفاظ علمته فينا، وأغلب الوسائل الإعلامية يعني علمت فيه. طيب الحكومات مثل قلت لك الحكومة الفرنسية وغيرها أو المنظمات، يعني بجوز دعمتنا ببعض المشاريع. نحن قلت لك أقمنا مشاريع زراعية مثلاً، وكان في توثيق لها وتم دعمنا لها يعني لهالمشاريع. يعني أكثر شيء زراعية كانت. دعمت كل الحكومات؟ إيه دعمتنا، أو كل الحكومات يعني. بعض الحكومات؟ بعض الحكومات، ولكن بقدر يعني، ما هالدعم بزخم كبير يعني. تقولي كيف كنتوا تلاقوا بدائل لحتى مثلا تسووا غاز؟ والله كان في حطوا خزانات بلاستيك، خزان أصغر من خزان بشوياني، ضل مسافة حواليه للخزان، يفتحوا الخزان من تمه كله، والتاني كمان يفتحوا ويقلبوه بالعكس، يحطوه بقلبوا يحبوا مي، ويحطوا الربس تبع الدواب ويتركوا يومين ثلاثة يتفاعل لحاله وبخر غاز، ونوصل البربيش من نفس الأنبوب تبع الخزان على البيت ونحطه بالمسورة تبع الغاز ويشتغل. يشتغل كم ساعة؟ ثلاث ساعات أربع ساعات يشتغل. يطبخ متواصل؟ متواصل ما يأثر. وهل هاي التجربة كانت في كل البيوت؟ والله غالبيتها يعني ما عملية ناجحة يعني. كان في حدا قال لي أنه أنت كنت مشغل أكبر مصفات نفط في دارية، تحكي لها هذا؟ إيه والله، يعني كنا بدريان قطعنا من المحروقات آخر فترة، فكنت أنا ضمن كتيبة عبد القادر الصالح، الشهيد عبد القادر الصالح، آمين يا رب. فاقترح علي قائد الكتيبة الله يرحمه أنه شو رأيك تساوي مزود، أنه جايين من برا مخطط على نموذج انه نسويه من البلاستيك يعني. فجهزت المواد، انه برميل عبارة هي عن برميلنا تبع المزوت وبورة، ونشأ النار تحت، فصرنا نقطع الخزانات هاي شت المي الحمراء، نعبي البرميل تقريبا شو 80 كيلو، نطالع منه 79 لتر. صرنا نحرق خشب تحتين، هي غليان عبارة عن نغلي البلاستيك، كنا نكت ميك على البورة، هي بتصفي، هاي عملية تقطير، عاد يطلع أول 20 لتر يطلعوا نستخدمه للموتورات، الباقي نحطه للسيارات المزوت، الكيا 4000 هيك، إنه لإسعاف الجرحى وتقديم الجبهات. ان عاد صرنا نحط بدل البرميل برميلين وثلاثه الحمد لله، صرنا عاد نشغل المولدات نستخدمها بالحفر للنقط، نحفر الانفاق، نحفر خنادق بالقنبرصات يعني، وضلينا على المبدا هيك لطلعنا من البلد. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب، الله يسلمك. وهن في الاجساد، الم في العيون، حرقه في الروح، لكن دارية في القلب. هذا ما تراءى لنا في قلوب كل الديرانيين، الكل يحلم بأن يعود إلى أسوار دمشق، دارية بوابة دمشق، وسيعودون بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الحوار معك أستاذ أحمد. حقيقة المجلس المحلي في دارية كان له سمعة طيبة جدا، وكان مضربا للمثل في إدارة شؤون هذه المدينة في سنوات الحصار. هل كان المجلس المحلي حقيقة يعني يتبنى كل عملية إدارة الدارية؟ هل كان مثلا يؤمن الموارد ثم يقوم بتقسيمها وتوزيعها على المحتاجين؟ هل كان مسؤولا عن العسكر وعن الصحة، وكان مسؤول عن النظافة، وكان مسؤول عن التعليم بجميع مكاتبه وأقسامه؟ حبذا لو تضعنا في صورة عمل. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين. فكرة عن المجلس المحلي في دارية، كما سأل المجلس المحلي في دارية كان في بداية منذ بداية المعركة يقوم بتأمين الموارد لأهل هذه البلدة، سواء كانت مدنية وقسم منها عسكرية، فكان المجلس الذي شكل بتنظيم دقيق بمكاتبه التي وزعت أعمالها حيث تتطلب مصلحة البلد. فكانت هناك عدة مكاتب، مثلا مكتب الإغاثة، المكتب الطبي، مكتب العلاقات، المكتب الإعلامي، المكتب الخدمات الذي يقوم على تأمين خدمات هذه البلدة. وكان المجلس، هل كان لديكم مكتب عسكري؟ نعم، كان المكتب العسكري جزء من مكاتب المجلس. نعم، أحد مكاتب المجلس. أحد مكاتب المجلس، وكان يمثل بثلاثة أعضاء، وكان يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس المحلي، وكان يقوم بالتشاور مع قيادات المجلس المحلي بإدارة الأمور العسكرية، ولكن العمليات التي يختص بها اللواء، لواء شهداء الإسلام وبخيت الألوي معهم، كانت مستقلة لهم، لا يتدخل فيها المجلس المحلي. كأمور يعني عسكرية لا يتدخل المجلس، إنما هو جزء من يخضع للسلطة العليا. نعم. المجلس هو سلطة عليا في نعم الدولية. نعم، ويرجع مثلا قائد اللواء في بعض الأمور الإدارية للمجلس المحلي. نعم. إذا نعم. كان الملف التعليمي والطبي والإغاثي نعم تحت إدارة المجلس المحلي بما فيهم العسكري. بما فيهم العسكري. نعم. أخي عماد، كيف سار عمل الدفاع المدني في دارية؟ يعني حقيقة آلاف البراميل تلقى من طيران الحقد على دارية، كيف استطعتم بإمكانيات بسيطة أن تديروا هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مدينة دارية تعرضت كما تفضلت لآلاف البراميل الحقد من النظام الغادر. دارية تجربة خاصة في معالجة هذا الأمر. أولا، لابد أن نذكر شيء مهم، هو أن جزء كبير من أهالي المدينة هم خارج المدينة، وكان لهذا الأمر جزء كبير في تفادي المجازر التي كانت ربما قد تحصل. يعني عدد سكان دارية بالأصل، عدد سكان دارية تقريبا بين 250 ألف نسمة إلى 300 ألف نسمة، بقي منهم عدة آلاف مع بداية المجزرة، تتراوح حسب الفترة الزمنية، أحيانا 3000 مثلا، 3000 إلى 8000، أحيانا نوصل العدد إلى 15000. أحيانا يقطنون دارية عندما تشتد المعارك والقصف، يخرجون إلى مدينة جمعة الضمية أثناء فترة الهدنة. كم استقر العدد يعني؟ 8300. 8300 تمام. نعم. تجربة الدفاع المدني كانت هي بمحاولة تأمين المدنيين، محاولة تأمين أقبية وتحصينها لحماية المدنيين، حفر جوار قمعية في المناطق السكن العشوائي أو المناطق الزراعية يأوي إليها المدنيين القاطنين في هذه المناطق أثناء القصف وضرب البراميل في هذه المناطق. نعم. ما الذي يميز عمل الدفاع المدني في دارية عن غيرها من المناطق أيضا المحررة؟ يعني في كل المناطق يوجد دفاع مدني، ولكن للدفاع المدني في دارية يعني عمل خاص أو ميزة خاصة؟ الميزة هي أن مدينة دارية محاصرة، هي تميز دارية عن باقي المناطق الحصار الشديد والمحكم من قبل قوات النظام للمدينة، فكان هناك صعوبات كبيرة تواجه الدفاع المدني وكافة الكيانات والفصائل التي تعمل ضمن المدينة. صعوبات تواجه الدفاع المدني هي في الآليات، الدفاع المدني يتطلب آليات للعمل في هذه الظروف، ظروف المعركة الصعبة والاستهداف الدائم لفريق الدفاع المدني، شح الموارد والمحروقات والمعدات وقطع الغيار للآليات، أيضا قلة الكادر والكفاءات المدربة للعمل ضمن فريق الدفاع المدني. نعم. دكتور محمد ضياء، كيف تعاملت الفرق الطبية مع موضوع الحصار في دارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، مثل ما بنعرف أنه
العمل الطبي يعني بدارية بلش عبارة عن نقط طبية. نقط طبية يعني كانت تقدم الإسعافات الأولية للمصابين وللجرحى اللي كان يصيروا يعني ينصابوا أثناء القصف. ولكن مع يعني طول أمد المعركة أو مع اشتداد وتيرة القصف اللي تعرضت للمدينة يعني استدعى الأمر إنه نعمل مشفى ميداني. نعم. يعني النظام يعني مو فقط حاصر دارية، النظام دمر النقاط الطبية والمشافي وتعمد هذا الأمر. هو أنا فما هي الخطوة الأولى التي توجهتم إليها يعني أنتم كأطباء ونفذتموها على أرض الواقع؟ هلا بداية الأمر مثل ما حكينا كانت عبارة عن نقط طبية كانت تقدم الإسعافات الأولية. طبعا كانت نقط طبية نتيجة أن النظام كان في عنا يعني مشفى وطني بدارية وخمس مشافي خاصة. إذا عنا ست مشافي. ست مشافي النظام ببداية المعركة من أول يوم بالمعركة استهدفهم أغلبهم. 2012؟ إي بالعام 2012 تم استهدافهم وخرجوا عن الخدمة. فقامت الفرق الطبية بمدينة دارية بتجميع بعض المواد الطبية من مستودعات المشافي. يعني ما تبقى من الأدوات؟ ما تبقى من مستودعات المشافي اللي كان المشفى الوطني والمشافي الخاصة، وتم تجهيز قبو. قبو طبعا هو عبارة عن قبو يعني قبو احدى الابنية. ايوه احدى الابنية، يعني مو انه مو كان مشفى او كان مجهز للعمل الطبي. تم تجهيزه وتم تقسيمه وتحصينه بشكل جيد، وباشرنا العمل الطبي فيه ببداية 2012 ببداية المعركة او الحملة اللي شن النظام على دارية. وبدأ يخدم إيه، كان هو المشفى الوحيدي في مدينة دارية، كانت تقدم خدمات لكافة مدنيين وكافة الإصابات اللي تجي نتيجة القصف نتيجة المعارك، ويعني الحالات الداخلية يعني كمان أطفال نسائية. والله المشفى تم استهداف، يعني كانت في استهداف شبه يومي أو شبه أسبوعي للمشفى، بس الحمد لله يعني لحتى اضطرينا نحن المشفى خلال هالأربع سنوات غيرنا مكانه لا يقل عن خمس مرات، إما نتيجة استهداف المشفى وخروجه عن الخدمة فنضطر نغير المكان من مكان لمكان، يعني من قبو لقبو، أو نتيجة اقتراب الجيش من مناطق من منطقة الموجود فيها المشفى. أستاذ أحمد، كيف كانت علاقة المجلس المحلي مع العسكر الموجودين في دارية؟ كانت علاقة ودية جدا وأخوية، كان كما قلت لك يتم تبادل الآراء والأمور الإدارية في إدارة الجهات العسكرية في دارية. فكانت علاقة كما ذكرت لك المكتب العسكري أحد مكاتب المجلس، ويرجع دائما ترجع قيادة اللواء إلى المجلس المحلي في كثير من الأمور، سواء الأمور الإغاثية خاصة والأمور المدنية مثل الدفاع المدني، تأمين مثلا المناطق من فعل السواتر كان يقوم فيها الدفاع المدني أو الخدمات يقوم بتأمين السواتر الترابية مثلا في الجبهات. كان متواضعين ومتعاونين بشكل يعني بفضل الله عز وجل كان مثل أعلى يحتذى به. كانت علاقة ممتازة جدا، ولا يوجد أي خلافات بين العسكر والمدنيين، فكانوا كلا متكاملا مع بعضهم. يعني عندما يكون المكتب العسكري هو أحد مكونات مكاتب المجلس سيكون القرار النهائي للمجلس. نعم، للمجلس في الأمور الإدارية كما قلت لك. يعني ليس في الأمور التكتيكية العسكرية. الأمور التكتيكية العسكرية العمليات طبعا يستقل بها العسكر. مثلا قرار الخروج من دارية. قرار الخروج من دارية تم بتشكيل لجنة الاتفاق للجميع، سواء الكيانات المدنية أو الكيانات العسكرية. نعم. فتم التوافقية بين الجهتين. يكون قرار مشترك. دور المجلس في هذا الأمر؟ يعني كما ذكرت لك مشترك، شكلنا لجنة وهذه اللجنة عسكرية مدنية. نعم. من المجلس ومن اللواء شهداء الإسلام، وكانت بهذه اللجنة بتشكيل هذه اللجنة القرار الصائب. إذا كان العسكر يلتزمون بالقرارات الصادرة. نعم. عن المجلس. نعم. المحلي في دارية حقيقة هو أمر يعني نكاد لا نجده في باقي المناطق المحررة، وهذا أمر جيد وناجح إن شاء الله. يعني كان ناجح، تجربة كانت ناجحة. لم يعترضوا على أي قرار العسكر؟ لا طيلة فترة الأربع سنوات. طبعا هلأ يتم خلافات أحيانا بالآراء مثلا،
ولكن يتم قرار نهائي. قرار نهائي يتم يعني للمجلس. اكيد مو بالامور العسكريه كما ذكرت لك. نعم. للعسكر. اما الامور الاداريه والتعلق في امر البلد ككل دائما بالتشاركي. نعم. واخذ القرار جماعي. نعم. اخ عماد، كيف امنتم قطع الغيار والديزل ويعني الادوات المستخدمه في عملكم؟ مع بداية المعركة والحصار على المدينة كان هناك مكتب الخدمات في المجلس المحلي قام بجمع مادة المازوت والزيوت. إذن في البداية في 2012 مثلا ما كان في عنا شيء اسمه دفاع مدني؟ لا، ما كان في مكتب الخدمات. مكتب الخدمات في المجلس المحلي. مكتب الخدمات المجلس هو المحلي من يقوم بهذا، هو من يقوم بهذا العمل. جميل. هناك فريق دفاع مدني من ضمن كادر مكتب الخدمات المجلس المحلي. مكتب الخدمات كان يقوم بجمع مواد المحروقات وزيوت المحركات وبعض قطع الغيار اللازمة لعمل آليات الخدمات. نعم. من الورش والمحلات الصيانة التي كانت موجودة ضمن مدينة الدارية. وقام المكتب بوضع خطة لتخزين وتوزيع هذه المواد لتكون مساعدة لنا في أكبر فترة أو لأكبر فترة ممكنة. نعم. منذ البداية عمل مكتب الخدمات على وضع خطة تقنين وتوزيع لهذه المادة، مادة المحروقات أو مادة المازوت، فكان لها دور كبير. توزيع على يعني مركبات الدفاع المدني، مكتب الخدمات للدفاع المدني والمقرات الحيوية في المدينة، ومنها المشفى الميداني، منها الفرن في بداية الأمر عندما كانت هو فرن الطحين أو المقرات الأساسية للعمل، ومنها آليات ومعدات عمل الدفاع المدني. نعم. يعني ما هي حجم، ما هو حجم الآليات والمعدات التي كانت متوفرة لديكم في الفترة الأخيرة في دارية؟ في كم سيارة كان؟ في الفترة الأولى كان هناك بعض الآليات التي تركها أبناء مدينة دارية داخل المدينة، وكان مكتب الخدمات يستخدم بعضها في العمل. كان المكتب الخدمات يقوم بوضع السواتر في المناطق المستهدفة أو التي تستهدف بالقنص. مع بداية عام 2015، نهاية عام 2014، بداية عام 2015 تشكل فريق الدفاع المدني التابع لمؤسسة الدفاع المدني السوري، و كان عنده آليات تركسات أو سيارة إسعاف وصهريج لتعبئة مياه وإطفاء الحرائق ضمن المستطاع، وكانت قد تعرضت للاستهلاك مع طول فترة الحصار وقلة قطع الغيار. يعني كان الأمر يعني تقريبا تسديد وتقريب. أيوة. ضمن الإمكانيات المتوفرة والمتاحة مقبول يعني كان. نعم. دكتور محمد، يعني كيف تعاملتم مع نقص الكوادر وفي الحقيقة مع تناقصها تدريجيا مع طول فترة الحصار؟ يعني عدد الأطباء، عدد الممرضين، عدد العاملين في الحقل الطبي بشكل عام في دارية، يعني منذ بداية المعركة بشكل عام هو كان الكادر الطبي يعني بشكل عام قليل. فمن ضمن يعني برامج المشفى أو من ضمن عمل المشفى كان اشتغل على تأهيل كوادر. فنحن يعني أهلنا كثير من المتطوعين ومن العالم يعني ليسوا ذوي خبرة أو ذوي شهادة، فقام المشفى يعني بتعليمهم وبتدريبهم يعني بتقديم كل شيء يعني ممكن ينساهم إنه يتعلموا ونستفيد منهم، إن كان بالإسعافات الأولية، إن كان بالمسعف ميداني، إن كان بنقل المرضى. فجهزنا كادر بديل نتيجة نقص النقص اللي كان عندنا، وانطلقنا فيه يعني الحمد لله، وباشرنا العمل بالمشافي. وهي كانت يعني كانت مشفى وحيدة بدارية، فكانت يعني الحمد لله يعني تم استهداف الكوادر بشكل خاص أكثر من مرة، وصار في شهداء بين الكوادر، بس الحمد لله يعني كان العمل ماشي يعني. نعم. أستاذ أحمد، يعني ما هي المراحل التي مرت بها دارية
وهي سياسة المجلس في يعني تقشف وتنظيم موارد دارية حتى تكفي أكبر عدد ممكن ولأطول فترة ممكن. في بداية المعركة وبداية الحصار كان دارية فيها مخزون من المواد الغذائية، وبدأت تتناقص شيئا فشيئا، ومرت بفترة حصار شديد جدا. كثير من الأهالي لجأوا إلى يعني التقنين في وجبات الطعام، يعني مرت فترة من الفترات مثلا أنه كان يصنع الشوربة كان يرفع نسبة المياه فيها بشكل يعني، وأصبحت كثير من الحالات عند الناس ضيقة جدا عليهم في المعيشة. ولكن المجلس اتخذ تدابير وقائية في البداية يعني في تقنين هذه المواد، زائد أنه قام بالمشاريع الزراعية عندما كانت الأراضي الزراعية ضمن يعني ضمننا، فأنشأوا المشاريع الزراعية التي تمت بنجاح بفضل الله عز وجل، وتشمل هذه المشاريع الزراعية شتوية وصيفية، فكان يقوم بتعويض ما أصبح عنه ناتج من الحصاد الجائر على دارية. هل كنتم تبيعونه كمجلس أم توزعونه مجانا؟ لا، يوزعونه مجانا. مجانا، وكان يتم توثيق هذه الأمور. وعندما بعد مرور هذه الفترة العصيبة فتح الطريق المعظمية وقامت معظمية بعملية هدنة مع النظام، فتنفسنا الصعداء عندها، وأصبحنا نعوض بجلب المواد شراء من المعظمية الذي بعثها النظام، فعوض مرت فترة سنة ونص الأمور بخير. رد بعد ما أغلق طريق المعظمية والنظام استطاع يفصل بين الدارية والمعظمية، مرينا بفترة حصار شديد كمان، والمشاريع الزراعية أخذت تضاءل بسبب أن النظام استطاع أن يسيطر على أغلبها وقام بحرق المحاصيل الزراعية. يعني كان عندنا محصول زراعة القمح مثلا والشعير، فقام بحرقها بشكل منظم كاملا، وأصبحت المواد في شح قليل. فرجعنا إلى الحصار السابق، رجعنا إلى تخزين المواد وإدارتها وترشيدها بما تتطلبه مصلحة البلد، وإمداد أو تمديد فترة الصمود الإدارية. فكان هذا العمل يعني بصراحة بفضل الله عز وجل أولا، ثم بحسن إدارة المجلس المحلي لهذه الموارد وترشيدها وتوزيعها على الناس ولو أنه بقلة. يعني كثير هناك من الانتقادات أنه يا أخي عم تخننه، ولكن نحن أدرى بإدارة الأمور حتى نمدد فترة الصمود. فكان بتوفيق الله عز وجل يعني نوعا من الصمود الذي استطعنا أن نمد فترته. إذن زراعة المحاصيل في الصيف وفي الشتاء وتوزيعها مجانا على طبعاً الأهل، ولا فترة أبداً دباع شيء. عندك رقيب أستاذ؟ شارك الأهالي أيضاً بعملية ترشيد والتقنين. كان الأهالي دور أن بترشيد المواد الغذائية مباشرة. أغلق طريق المعظمية والطريق الهدنية، فالأهالي شدوا الأحزمة وبدأوا بالتقنين ومراحل التقنين بشكل مباشر. فالمجلس كان له دور في إدارة الموضوع والتقنين والترشيد. أيضا الأهالي كان عندهم استجابة، ومخزونهم الخاص أو البيتي أو الموني مثل ما يسموها بالديراني، مباشرة شدوا الأحزمة وبلشوا بسياسة التقنين والتقشف. جيد. أستاذ عماد، أريد أن أسألك عن شهداء الدفاع المدني. كم شهيد في مركز الدفاع المدني في دارية، وكم مصاب؟ وهل هم أساسيون أم متطوعون؟ نعم. أولاً مكتب الخدمات قبل عام 2015 قدم 5 شهداء في شتى المجالات، في تعبئة المياه أو في وضع السواتر أو في الصيانة باستهداف النظام. 5 شهداء. الدفاع المدني قدم شهيدان وإصابة، شلل كامل تقريبا. يعني المجموع 7. نعم، 7 شهداء وإصابة بتر للأطراف اليمنى والأطراف اليسرى معطوة بالكامل. نعم. دكتور محمد ضياء، أريد أن أسألك عن المعدات التي كانت تتوفر بين أيديكم وعن الأدوية في دارية.
هلا ببدايه المعركه مثل ما حكينا نحن لما قدرنا نحصل بعض المواد بمستودعات المشافي عمليا نحن مع بسبب يعني كانت هذيك الفتره بسبب الاستهداف الشديد وكثافه القصف فطلعنا نحن يعني المواد اللي لازم يعني المواد الاوليه لانه لعمل مشفى. فهيك العمل اللي عنا بداريه يعني كان هو عمل جدا بسيط يعني لا يرتقى يعني العمل الطبي كان لا يرتقي الى مستوى ادنى المشافي الموجوده يعني ضمن النقطه الطبيه او النقطه الطبيه. ليش؟ بسبب الحصار يعني اللي كان مفروض على المدينه بشكل مطبق. يعني نحن الاجهزه الطبيه يعني كانت اجهزه كبيره يعني ما فيك تدخلها بسهوله على مدينه داريه. وطول امد المعركه يعني 4 سنوات ساهم في عطل بعض استهلاك هذه استهلاك وعطل ببعض الاجهزه ويعني وكمان استهداف المشافي كان له الدور الاكبر في عطب هذه الاجهزه. يعني اكثر من مره استهدفت المشافي مثلا تضطر تنقل انت مثلا اجهزه المشفى بعجله يعني ممكن بيوم او نص يوم انت تنقل المشفى من مكان لمكان نتيجه قصف شديد او نتيجه اقتراب الجيش من المكان. فهذا النقل السريع بسبب عطب لبعض الاجهزه وكمان اتلاف بعض الاجهزه نتيجه الاستهداف المباشر للمدينة. طبعا الأدوية كمان نفس الشيء يعني الأدوية كانت كان موجود مخزون صغير بالمدينة. يعني قدرنا نمشي حالنا فيه تقريبا في صيدليات الصيدليات تم تفريغها بس يعني اسم مستهلكات المشافي عادة لا توجد بالصيدليات. يعني مثلا أدوية التخدير، الصادات القوية، المسكنات القوية، بعض الأدوية النوعية اللي ممكن اللي بتستهلكها المشافي مو متواجدة بالصيدليات نهائيا. فهذا الشيء شكل عقب يعني قدامنا انه تأمين مثلا مواد تخدير الصادات القوية. الحمد لله يعني قدرنا نمشي حالنا بأقل يعني بأقل إمكانيات او بأكبر خطة ترشيد ممكنة كنا نقدر نعملها. الحمد لله يعني اجت فتح الطريق المعظمي عن طريق هدنة المعظمي قدرنا نفوت. طبعا مو يعني مو نفوت انه والله اجهزه كبيره او كذا شيء يقدر يعني شيء اللي نقدر نفوته اللي ممكن يتخبى عن اعين حواجز النظام او الحواجز العسكريه. بالنسبه للادويه ونفس الشيء يعني نفوتهم بكميات ضئيله بطرق معينه انه بحيث ما ينكشفوا على الحواجز. ففتحت المعظمين صراحه انعشت المشفى يعني انعشت المشفى وقدرنا نشكل مخزون منيح صمدنا فيه بعد ما تسكر هالطريق. طبعا يعني احنا مثل يعني وصلنا لطريق انه يعني في بعض المواد نقصت يعني او يعني انه خلص ما عاد في موجوده. ف يعني خلص لا حول ولا قوه يعني بدك تكمل العمل من دون هالمواد هي. ف يعني الحمد لله بابسط المعدات وابسط الامكانيات قدرنا نمشي بالعمل الطبي بالمدينه. الاختصاصات الطبيه اللي كانت متوفره عندكم في داريه ما في يعني ما كان في تنوع اختصاصات كبير. ف يعني لذلك في بعض الاختصاصات كانت غير متوفره فاضطر بعض الاطباء يعني الطبيب بيكون الاختصاص مو اختصاصه فبيضطر يشتغلوا نتيجه عدم توفر هذا الاختصاص. فلهيك يعني الاطباء عندنا صار عندهم خبرات باكثر من مجال الاختصاص بس يعني بسبب الحاجه بدافع الحاجه. ايه يعني الحمد لله طورت خبرات جديده عندنا. مثلا كان موجود جراح مثلا موجود جراح عظمي بس مثلا جراحه الاوعي ما كان عندنا متوفر جراح اوعي. فطبيب العظمي هو اللي يعني تعلم او يعني درس شويه يعني تعلم شويه يعني بمجال الاوعي والحمد لله مشت يعني الامور وصرنا نعالج قطع الشريان قطع الوريد يعني الحمد لله يتفاغروا يعني الحمد لله تمشي امورهم. كان الاستاذ احمد في عنده تعقيب عن الحلقه بالنسبه للطبيه الله يجزيه الخير حتى يعني بالمواد الطبيه مثلا السيرومات يعني فضل الله عز وجل استطاعوا بخبرتهم وبالتواصل بتامين ماده السيروم المحلي تصنيعها وهذا انجاز عازيم كما ذكر الاخ ضياء انه موضوع فعلا جراحه الملحي والسيروم نعم السكري نعم. ف يعني الدكتور العظمي كما ذكر لك فعلا استطاع ان يقوم بعمليات الاوعيه التي لم يكن عنده اي خبره. فالحاجه ام الاختراع فكان فعلا ناجحا وبارعا فيها. ف
من المبادرات التي قام بها المجلس المحلي وكما ذكرت لنا موضوع الزراعة وتوزيع المحصول على الناس مجانا، هل قام المجلس المحلي بمبادرات أيضا أخرى لتأمين مثلا الوقود أو تأمين الدواء أو غير ذلك للأهالي؟ نعم، كان يتم تأمين الموارد الطبية عن طرق، يعني مثلا طريق المعظمية، حتى أحيانا عن طريق عناصر من النظام يتم تأمين الموارد الطبية، مثلا بعض الموارد الطبية عن طريق بعض عناصر النظام مقابل مقابل مبلغ مادي كبير. أكيد أكيد مبالغ مادية كبيرة. فكانت هي في المجال الطبي، في المجال الزراعي كما ذكرت لكم تأمين المواد، يعني كمان يتم شراء أحيانا من المعظمية، وأحيانا لك قمنا بمشاريع زراعية واسعة بفضل الله عز وجل، واستطعنا أن نرمم ما نقص من مواد زراعية وغياثية. أيضا قام المجلس بدور مهم في تخزين مادة المحروقات أثناء أهمية المعظمية. نعم، قام بشراء كمية جيدة من المحروقات وتخزينها خلال فترة هدنة المعظمية طبعا، وهي كان لها دور جيد في استمرار حتى خروجنا من مدينة الدارية. نعم، وبعد العفو يعني بعد ما تمت المحروقات وكادت تنفذ مثلا خلال فترة طويلة، يعني قام كثير من الناس بصناعة الخلطة، ما يسمى الخلطة، وهي عبارة عن صهر الخزانات البلاستيكية التي تعود للمساكن المدينة بصهرها وتأمين منتجاتها. وكانت هذه المنتجات تستخدم لسيارات البنزين أو للمولدات الكهرباء، وتستخدم لسيارات المازوت. يعني أصاب هذا التعويض حتى في بعض الأفراد قاموا بصناعة الغاز من بقايا وروث الأبقار، يعني واستطاعوا قامت بتجربة، لكن ما كانت على مستوى كبير. أما بالنسبة للخلطة، خلطة كانت رائدة في البلد بشكل واسع، يعني عوضت نقص كبير. إذا من خلال حرق أو صهر مادة البلاستيك متوفرة في دارية، كنتم تستطيعون تأمين مثلا البنزين والمازوت بدل المازوت، يعني بديل المازوت. كانت المولدات تشتغل، أغلب المولدات على الخلطة، يعني تقريبا كأنها الحراقات التي الآن تحرق الفيول. نعم طبعا، ليست بجودة مادة المازوت طبعا، المولدات أو السيارات بعد فترة تعطل إلى أعطال والأعطال كبيرة. لكن مع ندرة مادة المازوت وارتفاع أسعار جنونية كانت لمادة المازوت، طبعا هو الموجود أو المخزن من المدينة. أستاذ عماد، يعني حقيقة نريد أن تحدثنا عن مساهمة الدفاع المدني في حفر الأنفاق، في تأمين الطرق السرية في دارية، في التدشين ومساعدة العسكر. الدفاع المدني كان فقط يعمل على الجانب المدني، مساعدة المدنيين، تحصين الملاجئ كما ذكرت لك. أما الجانب العسكري فكان من مهام مكتب الخدمات لديه الآليات الثقيلة التي تقوم بوضع السواتر في الجبهات لمنع تقدم آليات النظام، تحصين الجبهات والدشم للشباب المقاتلين على الجبهات ولحمايتهم من الصواريخ والبراميل التي تنزل في الجبهات. أيضا كان يقدم مادة المحروقات المازوت لتشغيل المولدات الكهرباء في حفر الأنفاق وفي حفر الخنادق أيضا. دكتور محمد ضياء، ماذا كنتم تفعلون في الحالات التي تحتاج إلى عمل جراحي خارج دارية؟ هلأ ببداية المعركة يعني وقت فتح طريق المعظمية، كان ممكن طالع مرضى عن طريق الطريق تبع المعظمية، كنت ممكن طلحهم، يعني تأمنهم مثلا مع شخص مدعوم أو أي شخص يقدر يأمنهم لمشافي أنه انطرحهم كم استكملون علاجهم برا. عسكريين ولا مدنيين؟ هيك وهيك ممكن، طبعا بطريقة غير مباشرة، طريقة غير مباشرة، يعني مو معلن مباشر. ولكن مقابل مادي مثلا، مقابل مادي كبير يعني. أما بعد ما تسكر الطريق يعني لا حول ولا قوة، اشتد الحصار، والمريض يعني اللي مو متوفر علاجه بضمن مدينة دارية للأسف ما كان في ولا أي طريقة لإخراجه، فيعني نحن نقدم له اللي أكثر شيء بنقدر عليه،
يعني شو بنقدر نقدم له المتوفر ضمن ايدينا المتاح بخبراتنا نقدم له اياه ولا حول ولا قوه يعني. نعم استاذ احمد، هل كان هناك دور لمنظمات المجتمع المدني في داريا؟ وكيف كان يتعامل ويتواصل مكتب العلاقات العامه مع العالم الخارجي لتامين دعم لداريا؟ كانت مهمه مكتب العلاقات اداره الملف هذا، ويتم التواصل عن طريق النت وعن طريق تنظيم المشاريع. يعني عندما توثق هذه المشاريع مثلا مشاريع الزراعيه توثق، وكانت المنظمات تسعى وتدعمنا فعلا ولا ننكر. نعم، هل هناك دور كبير للمنظمات المجتمع المدني ام كان دورها بسيط؟ والله بشكل كيف تقيم انت كرئيس يعني محلي؟ يعني كان جيد بفضل الله عز وجل. مكتب العلاقات كان له دور جيد في يعني جيد مع المنظمات والجهات السياسيه. اذكر ان مكتب العلاقات كان على تواصل جيد مع الجهات السياسيه في فتره وقت الاعمال العدائيه مع الائتلاف وغيرها من الجهات الدوليه. يعني استاذ احمد قيم ان يعني دور المنظمات كان جيد. مقبول. لكن يعني ما بالدور الكامل، ولكن نوعا ما لم يقوم بدورهم في الخارج، لكن المكتب كان يقوم بالتواصل وشرح وايصال الصوره للجهات الخارجيه. نعم دكتور، يعني هذا مجالك ونريد ان ندقق ونركز على هذا الامر. نعم، كيف كانت تجرى العمليات الجراحيه، وهل تعرضتم لمواقف او قصص او يعني حالات عجزتم طبعا عن علاجها؟ طبعا مثل ما قلت لك يعني العمل الطبي دائما كان يعني يصير بادنى المستويات. يعني في كثير مثلا حالات، مثلا في كثير حالات مثلا يجي المريض نتيجه اصابه مثلا بالقصف او نتيجه اصابه بالبراميل او نتيجه المعارك، فيجي مريض صاير معه صدمه تجي يعني تعوض له دم، تعوض له سوائل، تعوض له في اختلاط من الاختلاطات. بعد هيك صدمات بيصير في عنده فشل كلوي حاد او قصور كلوي حاد. ففي عالم كثير صراحه استشهدت نتيجه عدم توفر جهاز غسيل كلي. يعني هيك مريض ممكن جلسه غسيل كلي او جلستين بعيش وبمارس حياته، يعني بعيش وبتشافى واموره بخير، ولكن نتيجه عدم توفر هذا الجهاز للاسف كان مصير الوفاه. يعني هاي الحصار وهذا اللي كنا نعاني منه. طبعا ناهيك عن نقص، مثلا كان عندنا نقص شديد مثلا بمواد التخدير. يعني النقص هذا الشديد سبب عندك انه انت بتتقيد بنوع او نوعين. يعني عندنا بداريه كان التخدير المتوفر هو فقط الوريدي، وفي بعض الحالات السباينال القطني. فكنت متقيد بكثير اعمال او كنت متقيد كثير بطرق عمل معينه. انت مثلا لو مو متواجد بمنطقه مو محاصره او بغير هالظروف كنت ممكن تمارس طرق غير هاي تكون افضل واكثر استفاده للمريض، وكان من الممكن انقاذ العديد من الارواح. يعني نتيجه بس نظام مجرم يريد ان يقتل الناس بشتى الطرق حقيقة. طبعا يعني المريض اذا عم يشوفه يعني عم يصفيه مباشره، كان يعني النظام يعني صار معنا عده حالات من باب اولى. صار معنا عده حالات انه المريض مثلا تجي بدك تطالعه نتيجة عمالي معينة، نتيجة خلل معين، المريض ينكمش فيتصفى بأرضه يعني بعلى الحاجز يعني. فلن يوفر لك نظام الدواء. نعم. المريض صار يقول لك لا أخي خليني موت ببلدي ولا أطلع موت عندهم. فللأسف يعني العمل الطبي عانى كثير من الحصار وعانى كثير من إجرام. نعم. النظام يعني القصف الشديد. يعني بالدارية كان أقل شيء ينزل عليها باليوم بين 30 إلى 40 برميل، هي إذا ما في معارك أو ما في. من بداية الثورة يعني وضع هدف. نعم نعم عمل لك. نعم. يعني نحن المشفى غيرنا مكانه 4 أو 5. نعم. مرات المشفى استهدفت بالبراميل وبالنابال. إذا شفت آخر شهر. نعم. قبل ما نطلع استهدفوا المشفى بأربع غارات، بغارتين نابال فيهم 8 براميل تحتوي مادة النابال من الحارق. المشفى خرجت عن الخدمة بشكل كامل. الله يجزيكم خير وبارك فيكم. مشاهدي الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر حسن متابعتكم ونشكر الضيوف الكرام. همومكم، اهتماماتنا واقتراحاتكم مواضيع حلقاتنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء. ما بدي حاصر خليه حاصير، وللنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة. اجوا التتر وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي أهل البلد في البلد.